بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. دايما بتكلم على بكالوس وشاير، واجب بكالوس وشاير، بس تعالى بس نتكلم مع بعض دقيقتين ثلاثه على اللي حصل النهارده في الملعب عشان خاطر اثبت لك ان هذا سولشاير يجب ان هو يمشي. سولشاير النهارده بادئ بال 3 5 2، نعتبر يونايتد هو الفريق الاصفر. سولشاير بادئ بال 3 5 2 بيعتمد فيها على فكره واحده بس قدام مانشستر سيتي. مانشستر سيتي سولشاير كان بيعرف يكسبه بطريقه واحده بس، وهي ان هو بيستغل تقدمات اللي بيعملها كايل ووكر ويلعب وراه بماركوس راشفورد، ويستغل فرق السرعه ما بين راشفورد وما بين جون ستونز او ما بين اي حد كان بيبقى موجود ورا كايل ووكر. الفكره دي كانت بتنجح او كانت بتنجح، وكان بيقرر ان هو يسيب الكره لمانشستر سيتي ويعتمد على تالق دافيد دخيا في الماتشات دي. كان بيحاول ان هو يعمل كده، ودافيد دخيا ما فيش ماتش قدام مانشستر سيتي دافيد دخيا ما كانش واحد من نجومه، فدافيد دخيا كان بيسهل الموضوع بالنسبه لسولشاير. الماتشات اللي سولشاير كان بيكسبها، سولشاير بقى الماتشات اللي بيخسرها لما بيلبس الهدف الاول وبيلبس الهدف الثاني بيقرر ان هو يعمل ايه؟ بيقرر ان هو يدافع عشان ما يشيلش الثالث والرابع. هو دي مشكله سولشاير، مشكله سولشاير من السنه اللي فاتت ومن السنه اللي قبلها، ان سولشاير مدير فني مش حاسس بقيمه مانشستر يونايتد. يعني تخيل انت سولشاير يكون جايب بين له كل الصفقات دي وما تعرفش تكون ند ليفربول، ما تعرفش تكون ند لمانشستر سيتي برغم انك خسران، مش عارف ان انت تمشي كورتين ثلاثه في الملعب، مع ان مفترض يعني ان انت بتلعب بثلاثه في نص الملعب، فريد وسكوت ماكدوناي ومفترض برونو فرنانديز، ومع ذلك مش عارف تستحوذ، مش عارف اول ربع ساعه تحط كوره في رجل لعيبتك. هتقول لي لا دي شخصيات لعيبه، اقول لك لا، في مدير فني عاطيهم تعليمات دفاعيه ان احنا هننزل نستقبل اللعب ونلعب على المرتدات، نستغل فرق السرعه اللي هيكون ما بين كريستيانو رونالدو وروبن دياس. طب تمام، بس انت بصيت على مشكله السيتي ثواني بس، لو بصيت هتفهم ان جوارديولا قافل لك الموضوع ده. بص كده هتلاقي ان في لعيب زي برناردو سيلفا بيرجع يدافع مع كايل ووكر، وفي لعيب تاني زي كاجان دوجان لو ما رجعش يدافع بتلاقي ان جابريل جيسوس هو اللي بيرجع يدافع معاه مع جو كانسيلو، بجانب ان كانسيلو وكايل ووكر عندهم ارتداد سريع. يعني انت دلوقتي اللعبه بتاعتك انتهت، اللعبه بتاعتك انتهت، غير اساسا ان دفاع السيتي بيلعب دفاع متقدم جدا، فموضوع المساحات اللي انت بتلعب فيها دي مش مبقتش موجوده. انت فاهم الفكره؟ يعني هو باني فكرته على حاجه اساسا مبقتش موجوده. يعني هو انت بتلعب السيتي عشان تستغل المساحه اللي ورا الاطراف، بس مفيش مساحه على الاطراف، ولا عارف تمسك كره في نص ملعبك، وغير كده انت لبست جون في اول 10 دقائق من اون جون لإيريك بايلي. يعني مفترض تغير طريقه لعبك، لا كمل زي ما انا ما قلت لك، ان هو اول ما بيلبس الهدف الاول بيكمل بنفس الطريقه، هندافع 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 هندافع، هنعتمد على دخيا يقدم ماتش كويس، ولولا دخيا النهارده كنت ممكن تطلع خسران 3 4 الشوط الاول، بس دخيا عمل شوط اول عظيم جدا. الشوط الثاني بقى تعمل ايه؟ تقرر انت تغير وتغير طريقه لعبك وتحاول انت تمسك الكوره وتروح تهاجم عشان خاطر تحفظ ماء وجه فريقك اللي هو مفترض ان هو فريق كبير وجاي نفس على الدوري، وتقول للاداره بتاعت الجليزرز ان ماتش ليفربول مش هيتكرر، وزي ما كنت بتتكلم في الاعلام ان دي عقبه ومش مش هسمح انها تتكرر تاني ومش هنكون اسوأ مما كنا النهارده. انت النهارده عملت ماتش اسوأ بكتير من ماتش ليفربول. انت النهارده لولا التوفيق اللي كان عندي دافيد دخيا كان الموضوع بالنسبه لك هيروح خالص لحاجه بعيده. فانت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في حاجه مفترض ان احنا نكون عندنا موقف ثابت فيها، لو يونايتد جاي نفس على الدوري، يونايتد مفترض مع تواجد كريستيانو رونالدو وسانشو وفاران انت عامل صفقات تخليك تيجي تنافس على الدوري، انت في الملعب بتنافس على الدوري؟ في الملعب عرفت تكون ند ليفربول، عرفت تكون ند مانشستر يونايتد؟ انت مش مانشستر سيتي اسف، انت مش عارف. حتى تغييراتك لما قررت ان انت تطلع ايريك بايلي، قررت ان انت هتشد بايلي وهتنزل مكانه ميسون جرين وود، تمام، هتغير طريقه اللعب وهتعتمد على اربعه، هتحاول بقى تمسك كرة؟ لا ما مسكتش كوره. طب هتحاول ان انت تعمل اي حاجه؟ ما عملتش اي حاجه. هتحاول طيب ان انت نطلع نهاجم عشان خاطر نلعب عرضيات لكريستيانو رونالدو اللي بيتماس بالكرات العرضيه؟ لا برضه هنكمل زي ما احنا. طيب ما انت بتتكلم في ايه طيب؟ يعني حتى دوني فان دي بيك، هو اول دوني فان دي بيك في الدقيقه 45، لا في الدقيقه 50، نزل دوني فان دي بيك امتى؟ حوالي الدقيقه 72 وراح مطلع فريد، فريد اللي في الماتشات الكبيره ما بيكونش موجود اساسا، بيكون سيء جدا، طلع فريد وبعدها راح مطلع موسم جرينوود ومنزل مكانه ماركوس راشفورد، يلا بقى نعدلها وسانشو يجي هنا وراشفورد يروح هنا، طب برضه ما فيش، طب مش عارف تمسك كوره، فانت هتهاجم امتى؟ ما فيش اي حاجه متاحه ليك انك تطلع تعمل اي واجب هجومي. طيب انت بتتكلم معايا ان انت عايز تستمر بناء على ايه؟ يعني انت استمرار سولشاير اللي هيخلي الفرقه تتغير؟ انت بقالك سنتين والفرقه مالهاش ملامح. لما كنت بتكلم على اقاله لامبرد في تشيلسي ان لامبرد ممكن يكون عامل فرقه كويسه بس مش عارف ياخد بيها اي حاجه، ليه؟ لان هو مستواه كده، هو اخره نص جدول بالنسبه للامبرد. دلوقتي سولشاير برده بالنسبه له هو ممكن تكون بنيت فريق كويس، عملت صفقات كويسه، مع ان انا عارف ان الصفقات دي ما دخلتش فيها، بس ماشي، مفترض ان انت دلوقتي تسيب المهمه لحد يعرف يجيب بطوله، حد زي زين الدين زيدان بعد ما كنت مبقاش متاح. مفترض ان سولشاير يجب اقالته، بس هل الجليزرز فعلا
عايزين نفسه على دوري ولا هل البيزنس فعلا يهمهم مانشستر يونايتد ياخد اي حاجه، ولا الهم عندهم ان هم مشروعنا يكمل واستثماراتنا تكمل وكل الافكار بتاعتنا تكمل حتى لو بمدير فني عباره عن موظف؟ هي دي الفكره كلها. هل الجليزرز عايزين ايه؟ عايزين نفسه على دوري ولا عايزين نكمل زي ما احنا؟ هل سير أليكس فيرغسون ممكن ان هو يتدخل تاني لحمايه سولشاير؟ ما اعتقدش. بعد الخساره من ليفربول وخساره من مانشستر سيتي في عقر ظهرك، مفترض ان مفيش اي حد يحميك تاني، مفترض ان انت يتم انقاذك. ده الطبيعي والعدل المنطقي في الكوره. اما لو حصل غير كده فده لا طبيعي ولا عادي ولا منطقي. ده رايي انا. لو انت ليك راي مخالف اتفضل قوله لي.